رب، حياه رحمه تيتا يا رب، ورحمه جده يا رب، اقف جنبي يا رب. ما بعملش حاجه غلط خالص، انا كسلان شويه بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب، اهم حاجه النهارده ودلوقتي يا رب اكسب ضربه الجزاء دي يا رب. والله العظيم والله العظيم انت فقري وقاعد بتنق عليا. اول مره في حياتي اضيع ضرب الجزاء. طب يلا كمل لعب. ماشي بس انا كسلان قوي مش قادر ادوس على الزرار. مالك؟ انا مش مظبوط. انا مش عارفين بصراحه ولا تتضايقوا. إيه؟ انا جعان والله جعان. ايه والله جعان. حماده تيجي ناكل؟ انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر، انا فطرت بتاع 3-4 مرات بس بصراحه ماما النهارده ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب خلاص اعزمنا بقى. حاضر يلا، بكلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام، اطلب لنا 10 اجواز حمام قشطه. وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده خليه يجيب لنا 6 اجواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ. ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا انا زوده. هقول لك بقى على حاجه، خلي الوليمه دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوه النصر، عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى ام علي وشويه بقلاوه. قشطه. طب وريني نفسك بقى. حلو. اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدر. اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم. اتفضل برجلك اليمين. اتفضل. شكرا يا استاذ. اتفضل يا عروسه. وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي تقول لي وائل جمعه، انت هتقلقني ليه؟ ما ينفعش نبقى قاعدين من هنا وما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا خلي بالك انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي. استنى شويه مشغول يا بابا. في ايه البقره اللي انا مخلفها دي؟ بابا عايز ايه؟ زفت مش شايفني مشغول وماشي الناس اللي معاك، مش عايز دوشه في البيت. يا بابا ما يصحش كده، بكلمك ترد عليا. مش فاضي ارد عليك. غور انت روح يا حاج هات لي كوبايه ميه، والنبي خليه يجيب لي كوبايه ميه بسرعه. بابا بس عايزك في موضوع مهم كده يعني. لا انت هنخم ولا ايه؟ الله. حاجه هتخش يمين هتلاقي المطبخ، اعملي لي سندوتش جبنه حطي لي زيتون. ابعت الاولاد. بابا عايز ايه يا زفت؟ هخسر. عينك في عيني لما بكلمك. انت بتبرق لي يا ولد؟ بتبرق لي؟ طيب ثانية واحدة هفضلك. لا مش هينفع كده. بابا ايه ده؟ انت بتمسكني من معصمي؟ يا نهار ابيض بيمسكني من معصمي. انت بكلمك يرد عليا. مش هرد عليك. يا حسام يا ابني سيبه. الله يكون في عونه. شكرا شكرا. سيبه يلعب. الله يكون في عونه. جون 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 جون. حسيت. طب قسما بالله كلمة تانية وأكسر المحل ده على اللي فيه. لا أنا اللي أقوم أهديك بالجزمة أنت والناس اللي جايبها معاك وهزقكوا. امشي عشان أنا خسرت. أوعى بقى أوعى بقى، ابعد عني دلوقتي. يا بابا قوم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني؟ تعالى خدها. أنت عامل لي فيها 7 رجالة وبتخلي صوتك. إيه ده؟ ده أبوك ده هايف وعيل. إيه ده؟ أنت فاهم اللي حبيعك ده؟ مبسوط على الكلام الفارغ ده؟ لحظة. أوعى أكون فاكر إن أنا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز. انت قلت ايه؟ انا هايف؟ انا بقول له ان ابوك عيل وهايف وتافه. والله لا يا اخرج دلوقتي. ثانيه يا بابا، كان هو هايف انت قليل الادب يعني. دلوقتي بترد عليه دلوقتي؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه. هو عارف تبقى هايف. حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ طبعا. بتعرف؟ كذاب شكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن. دي لعبه عيال صغيره يا استاذ. انا عيل بس انت اعيل. وامشي عشان ما هزقكش. خد الراجل ده بره. مفيش جواز. مفيش جواز خالص. احنا اساسا ما نشربش. انت راجل عيل. امشي يا راجل. انت راجل عيل. امشي. تعالى لي عشان انت بتستفزني. اضربه ولا اكمل ماتش؟ انا هكمل الماتش. انا بحترمك عشان حسام. يلا امشي من هنا. معلش يا عم. انت راجل عيل. طب اتفضل. قلت عيل تاني؟ امشي من هنا. يا الهي. خلاص يا بابا خلاص. معلش يا عم. استنى انا عايز اعتذر لك على حاجه. اوعى انت. تعالى امشي من هنا. مقصود امشي من هنا. امشي من هنا. تعالى 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 تعالى. انت العروسه؟ تعالى يا حبيبتي. تعالى ازاي تتجوزي ابن التافه ده؟ ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيكي اكتر من ابن التافه اللي هيدفعه. انت بتعملي ايه هنا؟ قومي يلا معايا. قومي بره. هنبعت. امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت. امشي اطلع بره بيتي. يا حسام. يا ابوك المجنون ده. تعرفتي على الواد فين؟ الشارع. في الشارع؟ ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع. انت شكلك بنت شوارع. مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني. ما يصحش كده. هي اللي جات لزقتي. تعالي هنا. تقلي في ايديكي ده. انت كمان بتشبطي. خد يا بابا. بنت رزقه. العب يا بابا. خد بص. قعدت من غير ما حد يعزمها. العب بص دي بقى. استناني رجعت لك وانا فايق. اسمع. لا 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 لا. بصي دي. حلو الكوبري ده يا معلم. يا ابن اللذينة. انا جعان. فين الاكل؟ شوف لي فاكهه طيب. شوف لي فاكهه. ايه ده؟ ايه الكآبة دي؟ بيت كئيب ليه كده؟ اقصى عليك يا ماما. بصراحة ماما مزعلاني قوي. ماما ما بتعملش معايا أي حاجة تبهجني في حياتي.
بصراحة مزعلاني مزعلاني. اهدى بس يا حبيبي. اهدى ايه وبتاع ايه؟ مش كفاية ان انا فتحت اكرة الباب لوحدي؟ هدوس كمان على كبس النور والله ما انا دايس. وايه الزروات اللي على شوف الترابيزة مليانة ايه؟ تورتة وجاتو طبعا. ماما هي واصحابها يجوا يقعدوا ياكلوا ويزروتوا البيت. انا بصراحة بكره اصحاب ماما جدا سواء رجالة ولا ستات. كلهم استغلاليين. طنط كريمة دي بتيجي تسرق من عندنا الاكل من التلاجة من غير وراها من ورا ماما والله مش عايز اقول لها بصراحة بقى. يا ساتر. ولا طنط سناء حرامية هي كمان حرامية وبتستغل ماما. ونرجس. نرجس كلكم ونرجسكم. ايه ده القرف ده يا سات ده انا زهقت منهم. حتى الناس اللي بتشتغل عندنا في البيت ولا حد بيساعدني لا الطباخ ولا السواق كلهم ناس رخمة وبكرههم محدش بيساعدني خالص. انا زهقت من كل الناس دي وزهقت منكم بصراحة. انا بكرهكم والله بكره اصحابي بكره الناس كلها محدش بيعمل لي اي حاجة خالص. دي حاجة تقرف بصراحة. ايه ده؟ واضح ان هم عاملين لي مفاجأة عيد ميلادي. ازيك يا انكل؟ ميرسي على المفاجأة. هم قرفانين مني ليه وانا قلت حاجة عليهم؟ انا مقرفة؟ انا قلت كده؟ انا قلت كده في ايه يا جماعة مش مبسوطين ليه؟ هو الكلام ده برضه ليا انا كده؟ ايه ده؟ انا ما قلتش حالك على حضرتك يا حضرتك. انت قلت على اي حاجة؟ ايه اللي ايه ده اللي بتعمله ده؟ انا ما عملتلهاش حاجة عشان تعملي كده. امال في ايه الناس مالها متضايقة مني ليه؟ وانت كمان باصص لي ليه كده؟ الله 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 وانت كمان ده انتوا اعز اصحابي. هو في ايه يا جماعة؟ احضروا عيد ميلادي. ربنا يخليك يا ماما على المفاجأة. ايه فين ماما؟ ماما ماما ربنا يخليك على المفاجأة. يخليني ايه يا حمادة؟ كده بتهزق الضيوف وتهزق صحابك انت ايه ما بتحسش على دمك خالص؟ انا يا ماما انا ده انا مبسوط بالمفاجاه ربنا. مبسوط ازاي؟ مالك يا ماما؟ ما عندك ايه يا ماما مالك في ايه؟ مش عارف انت هتموتي ولا ايه يا ماما؟ تقريبا. طب انزلي لوحدك عشان لو وقعت مش هقدر اقف مش هلاقي حد يوقفني. على مهلك سلامتك. سلامه تشاهدي يا ماما تشاهدي مع السلامه. الله ناس طيبين قوي. هابي بيرثدي يا حماده هابي بيرثدي تو اوف مش قادر انفخ بس الحمد لله البوطه حلوه. اطلع نمت لو يبقى انسى عايز حاجه يا ماما؟ طب شكلها نيمت او ماتت بقى على خير. ماما ماما فين البطاطس المحمره بتاعتك يا ماما؟ فين المقلبيه؟ فين الرز بلبن؟ الله يرحمك يا ماما. ايه ده؟ انا جعان قوي. سوري يا ماما انا جعان قوي انا مكسل لي كده. ماما شوفيني يا ماما شوفيني يا ماما وانا نشيط شوفيني وانا نشيط يا ماما افرحي بيا بقيت نشيط بقيت. سوري يا ماما رايح شوي رايح شوي. اوه ماما 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 انا جعان يا ماما جعان ماما اعمل ايه اعمل ايه؟ ايه ده؟ بعتيلي اكل يا ماما، ربنا يخليك يا حبيبتي، انا حاسس ان انت معايا وحواليا، سوري يا ماما، هضرب سندوتشك بعد كده اغازل فيك شويه واحبك شويه. الاكل طعمه وحش من غيرك يا ماما، يمكن عشان ما فيهوش زيتون، ما فيهوش زيتون. ماما اعمل ايه؟ انا خلاص تعبت بقالي ساعه بقول يا ماما. الله كوارع يا ماما كوارع كوارع يا ماما كوارع كوارع يح يح سخن قوي. فينك يا ماما؟ كنت بتبرديها كنت بتبرديها وتفصصيها وتحطها لي في معدتي جوه. اعمل ايه؟ انا كنت بعمل ايه وانا معاكي في لحظه زي دي؟ كنت بنام. طب ما نام. صباح الخير يا حبي يا امي يا احلى ام. نفسي ابوس صورتك بس مش قادر اجيلك مش قادر. ولا اجيبها اجيبها معلش. كفايه يا ماما كفايه القلب تقيل قوي. ماما تصبح على خير.